بصوا دلوقتي هرمي موبايل اكرامي في الميه، اقسم بالله هرمونه في الميه. بص لا لا مش هقول لك هرمونك فين والله. بص اهو اهو بص تعمل لك كده اهو، واحد اتنين، بص يا كرامي ركز، تلاتة. هوبا يا يا ولا كنت زعلان قوي ده. بس بقى الفترة الجاية دي ان شاء الله هعيش حياتي كلها هنا. بقول لك استنى، انا كان حلم حياتي اقعد في سويت عشان اعمل الحركة دي. هما بيقولوا ايه؟ عايش حياتي. تعالى اوريك ايه؟ وفين ده؟ تعالى اوبا يا لهو على العسل. ما هذا المنظر الرائع، اقسم بالله روقان 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 روقان. تعالى بص فين، تعالى بص اوريك حاجة هنا. لا 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 انا هقلق يا ربنا، انا هقلق اقسم. ايه ده؟ ايه ده يا باشا؟ ايه ده؟ يعني لسه عم ايه ده؟ هو ما فرقش كتير على الصوت بتاع بيتنا، بس تمام. انا هقوم هنا، انا مش عايز البحر، انا عايش حياتي. الحته دي بقى بص احفرها وابنيها حمام سباحه. معلش اكرام بقى يتقل تحيه، صح اكرام يطلع يقعد معايا، انا هطلع هنا واطفشه واقعد لوحدي. دي حياتي بقى، ابقى كده مثلا ماشي كده في امان الله، اكني ماشي اهو هادي كده بعمل كده عادي عادي خالص. بص هو اغير واخد دش كده، انا هاريكم فيديوهات اقسم، الصبح فيديو وبالليل فيديو، هخش الحمام هعمل فيديو، هخرج وانا خارج بفتح باب الحمام كده هعمل فيديو، انا هخربها. وهتشوفوا بقى البلاوي اللي بتحصل بقى اللي بجد على الانستجرام. خش على الانستجرام، هحط لكم اللينك تحت في الديسكربشن وفي اول كومنت، خشوا وشوفوا الستوري والبلاوي اللي احنا هنعملها على مدار اليوم. اقسم بالله المصيف ده مدعكة، انا واحمد حسن واكرامي والواد شوقي اللي بيصور الامور ده، وبص عامل زي ده دكتور سنان ده اصلا، بس المجموعه ما جاش. وبصوا وزينب، وهنخرب الدنيا هنخرب الدنيا ان شاء الله. الناس اللي ما بتشتركش في القناه تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك على الفيديو. بجد بقت حاجه مقرفه. الو حضرتك، بس انا عايز اشتكي معلش حضرتك. انا من ساعه لما دخلت سويت انا بجد انا طالع عيني، كل حاجه منظمه والاوضه ريحتها حلوه، بجد حاجه جميله. لو حد يطلع ينعكش لي المكان عشان انا مش مرتاح. يا لو سمحت تديني اوضه معفنه عاديه، يا تطردوني بره الفندق خالص بعد من فضلك. او يعني يا فندم انا مش زعلان، طب استاذنك طف حاجه اي، بس بتاع انابيب يعدي يخبط. طيب معلش، طب بتاع روبيكيا اي، انا طب اتنين يتخانقوا مع بعض قدام البلكونه هنا. معلش مفيش بلكونه بحر، شكرا يا فندم. يا فندم خلاص انا هروح، انا هروح، انا هروح، شكرا. بجد الواحد مش عارف يعيش. احلم وانا صاحي، احلم وانا نايم، ويا عيش ارتاح يا رارا وانا لا ارجع قصه على رجلي. ارقص ورا، احلم وانا صاحي، احلم وهوبا استنى بلغ عننا يا اسطى. الو حضرتك احنا عاملين قلق هنا في الاوضه. بصوا دلوقتي هرمي موبايل اكرامي في الميه، اقسم بالله هرمونه في الميه. اكرامي مطلع عيني بقاله ساعتين وعمال ايه، عايز ايه والله هرمونك في الميه. لا هي ايه دي، مش فارقه معايا. بص بقى، بص بقى عشان يلا بس يا سلام على الدنيا. والله اموت من الضحك، الدنيا دي زي المرجحه يوم تحت وفوق. لا والله بوظت تليفوني وانا والله العظيم هسيبه. بص بقى، لا لا انا عايز اختبر السباحه اللي فيك والله. تليفونك اهو. بص يا جدعان التليفون ده اللي هو عامل اكتر من 30000 جنيه، اقسم بالله هرموله في الميه. بص يا كرامي ركز معاك، يا بص اللي هيحصل. لا والله المراكب في الميه فعلا. لا ما ترميها في 60 دقيقة والله، معاها واحد ثاني كده. لا والله ها مش قادر، ده انت طلعت عين امي اقسم بالله، ما انا مش شايف
والله ابدا. لا لا ساعات الحظ ما تتعب. لا والله انا رميتك في حته مش هقول لك رميتك والله العظيم هرمونك في حته مش هقول لك رميته فين وانت وشطارتك. وانت ليه ما احترمتنيش؟ لا لا مش هقول لك هرمونك فين والله. بص اهو اهو بص تعمل لك كده اهو. واحد اتنين بص يا كرام مركز. ثلاثة امور بودعك دور عليك والله العظيم يا اسطى. ايه انت عملت فيا ايه؟ اقسم بالله انت فشختني. تعالى تعالى قريب اهو. استنى استنى نجيب فتره الغطس بتاعتك. استنى ايه هقول لك هو فين. استنى شاطر انا مسيرك في حته سهله كده. لا كده كده واحده بواحده كده واحده بواحده والله ارميلك تاني. بعد بص يا جماعه هوريكم النمر بيعمل ايه تحت. ان كل موبايلات احمد وزينب وكل موبايل معانا هنتنقل. هما لسه محدش عارف القصه فمحدش عارف قاعدين في بعض. خليتوني انا كنت المفروض بمشي منها. انا عارف ماشي في فندق مره والله العظيم ماشي كده اهو اقسم بالله ماشي من غير شبشب مش عارف رمالي الشبشب بتاعي فين. صحيت ام ماشي ماشي لسه احنا اول ساعتين في المصيف والكابتن معاك صح؟ والمشكله بقى ان انا ايه؟ كنت حاطط في ظهر التليفون بتاعي ثلاث كروت 100 والله يعني ثلاث يعني شيل كروت شحن وظهر التليفون الثلاثه وقعوا في الميه والثلاثه فرتبوا فربنا سامحك يا اكرامي ولسه مكملين. والميزه بقى ان هو يعني انتوا ضعف مع بعض. امي حاجه كل تفكيره هو نايم مش طبيعي. انا مشكله خايف حد من الفنان. استنى شوف هتخش يعني حمام وانا هتعب يعني بص عشان ما تعبش بعضينا مش مش ناقصه حوارات من اولها كده. انا ده الحمام بتاعي اهو. اول حاجه المعامله دي ليا انا واكرام بس يعني بقيت الشله كلها واخدين باين عيشش يعني ربنا يا رب يعافينا احنا عشان مظبطين حاجه خدت من الناحيه الثانيه. يا طبعا مظبط يا ولاد اللذين ده في دماغي اللي عمال اقرح عليهم وجايبين لها ميه والله العظيم ناس محترمه. بس يا رب يكون في ثلاجات هنا. اكرام لو في ثلاجه هنا كرامي في ثلاجه بجد. طب والله كويس. وده حمام التاني غير الحمام اللي بره ده وده طبعا انا جايب مشترك معايا عشان خاطر لازم ماشي اما تطلع بقى هنا هنا دي بقى الروقان ده روقان يا اخوان. هنا بص هنا برضه الجمال بقى يا آية من الجمال لما تلاقي شايفين التحفة. بس فرجتكم وظبطتكم وروقت عليكم وخليتكم اكنكم معانا وزيادة ونزلتكم المية وخربناها مع بعض. اي حد عنده فكرة اي مصيبة عملها في احمد حسن او زينب او اكرامي او اي حد في الناس المتسولين اللي معانا دولت اكتبوا لي في الكومنتات تحت او خشوا. اللي عايز بقى يشوف المصايب اللي بتحصل معانا طول اليوم كده من اول ما بنصحى لحد ما بننام هتعملوا ايه؟ هتلاقوا اللينك بتاع الانستجرام او الفيسبوك خش عليه تحت هتلاقيه موجود في الديسكريبشن وفي اول كومنت. خشوا وشوف الاستوري والبلاوي اللي بتحصل. قسما بالله مدمرين بعض عشان طبعا مش كل ثانيه بنعملها بنصورها بننزلها على اليوتيوب. احنا مثلا بننزل فيديو مثلا ربع ساعه بتاع قد ما بنقدر على اليوتيوب كامل على بعضه في اليوم. لكن الانستجرام كل شويه بننزل حدث جديد. خش شوف الاستوري واي حد عنده اي فكره خش قول لي على الانستجرام او اكتبه في الكومنتات تحت. قول لي بص عايز افكار بقى اللي بعملها في اكرامي وهو نايم بقى وهو صاحي ان شاء الله اجيب له سمكه قرش تعضه.
اقسم بالله النهارده لما لقيت تليفونه وحرق لي دمي، انا رميت له التليفون بتاعه عشان خاطر وحرق لي دمي. اي حد عنده اي فكره في الكومنتات، اخش على انستجرام وقولوا لنفسكم.